وفي بداية حلقتنا النهاردة خلينا نتابع مع حضراتكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. خلينا نعرف معاكم كده، نبدأ بالدولار الأمريكي. سعر الدولار الأمريكي للبيع 19 جنيه و 17 قرش، أما للشراء 19 جنيه و 9 قروش. أما اليورو فسعر البيع 19 جنيه 84 قرش، سعر الشراء 19 جنيه 75 قرش. الجنيه الاسترليني سعر البيع 23 جنيه 46 قرش، أما سعر الشراء 23 جنيه و 36 قرش. فرنك سويسري سعر البيع 20 جنيه 43 قرش، وسعر الشراء 20 جنيه 34 قرش. سعر اليوان الصيني البيع 2 جنيه 84 قرش، أما سعر الشراء ف 2 جنيه و 83 قرش. ريال سعودي سعر البيع 5.10 قروش، أما الشراء ف 5 جنيه و 8 قروش. بالنسبة للدينار الكويتي 62 جنيه 63 قرش، وسعر الشراء 62 جنيه 29 قرش. بالنسبة للدرهم الإماراتي فسعر البيع 5 جنيه 22 قرش، وسعر الشراء 5 جنيه و 19 قرش. طيب خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لمتوسط أسعار الذهب. فعيار 18 سعر سوق سجل 886 جنيه، أما عيار 21 فسجل سعر السوق 1000 جنيه 34، أما عيار 24 سعر السوق 1182، أما سعر الجنيه الذهب في متوسط سعر السوق هو 8272 جنيه. دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي ارتفاع في نسب الرطوبة بالنهار، ده أكيد هيزود الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بحوالي درجتين لأربع درجات. كمان في شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42 درجة، أما أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 30 درجة. وأكيد هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.